ولم يثن عزمك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضاك. أهلا وسهلا فيكم، معكم الكابتن فهد المهار. طبعا معنا الكابتن محمد راح يساعدنا في هذا الفيديو. أهلا وسهلا الكابتن مدرب بناء أسهم. بهذا الفيديو راح نتكلم في حال مثلا واحد رماني في الأرض، كيف ممكن أتصرف؟ كثير صارت مثلا معك في طفولتك أو حتى في الفترات الحالية، مثلا يتهجم عليك واحد يصير بعدين مثلا رماك في الأرض أو كيف مكان وقعت في الأرض، بدأ يشوط فيك، يشوط يشوط يشوط، يضرب يضرب يضرب، أنت إيش ممكن بهاي الحالة تسوي؟ لو فتحت وجهك راح يصيبك. أول شيء عشان نفهم الحركة كيف نسويها، كيف نعمل مضاد لها، أول شيء لازم شوف بهذا الشكل، رجلي أرفعهم لفوق، ايدي بهذا الشكل هون، تمام؟ نفس حركة القرفصاء، يعني هاي القرفصاء نفس حركة القرفصاء هيك، تمام؟ ايدي لقدام، ايدي ما بتكون بهاي الشكل، لو اجت بهاي الشكل المنطقة هون ضعيفة، فيها الأعصاب الأساسية اللي بتحرك الايد إلى آخره، فلذلك لازم أغطيها في العضل، العضل والعظم من هون، أوكي؟ بهذا الشكل غطيت رأسي، غطيت عندي نقاط الضعف، بعديها ببدأ أدي الحركة. في نقطة إضافية ممكن يتسأل عنها الجمهور، إنه مثلاً الآن أنت مثلاً كان دو واحد حيجيك مثلاً من الجنب اليمين أو الجنب اليسار، طب لو واحد أجاني مثلاً من جهة الرجلين، هذا راح نتكلم عنه بفيديو مستقل، تمام؟ اللي من جهة الرجلين أنها ممكن سهلة جداً لأي واحد يسويها، فالأصعب منها إنه مثلاً كابتن تعال من هون، أجاني مثلاً من جهة الرأس، إنه كيف ممكن أتصرف؟ أنت بالنسبة إلك لازم ضروري جداً إنه مثلاً لو التف الخصم لازم تلتف معه. شوف لازم التف معه، يكون بمرمى عيني، وصل؟ ما يكون مثلا مختفي عني او يكون ورائي، مثلا كان هون هاي رحت معه هون، ماشي؟ يظلوا ايدي قدامي، ما بينفع انه مثلا يكون مثلا هون وانا هيك عكسه معطيه ظهري، يعني في ناس ممكن من الخوف بيروح يسوي بهذا الشكل، طب ما راح يظل يضرب فيا بدون اي رحمه، فلذلك انا كنت مثلا زي هيك خلاص قلبت من هون، تمام؟ كان راسي هون هيك، قلبت معه هون بسرعه. وهو هاجم، تمام؟ عشان اقدر اسوي التكنيك تبعي المطلوب مني، اوكي؟ الحركه حنعطيكم حركتين اساسيات في الفيديو هذا، الحركتين سهلات وبسيطات، بتمنى انكم تتابعوا الفيديو كامل للاخر، تفهموا الشرح مع الحركات كيف تطبيقها وتطبقوها شوي شوي، وقبل هذا كله تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه وتعملوا لايك، نبتدي. هذه الحركة الآن طبعا بطريقة ما رماني خصمي مثلا وقعت أنا هون بهذا الشكل، أول إشي بدي أسوي لحركة القرفصاء، تمام؟ حركة القرفصاء، حكيت الكف جهة الوجه وسكرت كامل، رحت للجنب، تمام؟ بهذا الشكل أهم شغلة أدافع عن وجهي وعن وسط جسمي، نقاط ضعف الأساسية، تمام؟ واللي هي لحد المحاشم، أوكي؟ الآن واحد اثنين، شوف بدافع بهاي هون أنا بكون قاعد أعد متى أقدر أطبق الحركة، ممكن تكون من أول حركة، يعني واحد مباشرة أمسك، تمام؟ الآن الكابتن بلعب واحد هوب مسكت، تمام؟ مسكت، شوف قربت رجلي هون بحيث إنه أمنع الحركة الثانية للرجل الثانية، شوف رجلي قريبات هون، تمام؟ مباشرة برفع رجلي هون، شوف من هون هاي واحد رجلي خلف، الآن دفعة واحدة، شوف كتفي هون ثابت، كتفي هون ثابت مصطفى أنا تصدق كتفي هون ثابت وبدفع، يعني هون واحد مع رجلي بدفع، تمام؟ هاي واحد، شوف رمي واحدة اثنين، تمام؟ الآن حركة من هون، شوف رجلي ادفع رجلي هون محطوطة ورا الركبة، والآن ببدأ أضغط بهذا الشكل، شوف اضغط على الخصم هون راح يرضخ معي بهاي الطريقه. في هذه الحركه الان لما مثلا خصمي رماني، الكابتن مثلا هون رماني بهذا الشكل، البدايه نفسها واحد حركه القرفصاء ومكان الضرب هاي قفلت، تمام؟ البدايه هي الان هو بضرب واحد اثنين، شوف انا بكون قريب منه مسكت مباشره واحد، تمام؟ شوف رجلي رجلي من هون انا قيدت حركته، تمام؟ مصطفى ادرو انا دوس باسمه حجم من هون، شوف خلي بس يجيب التصوير بهذا الشكل، شوف من هون انا قيدت الحركه تبعته، تمام؟ شوف واحد ما راح يقدر يضرب وانا مقيد من هون، الان في الحركه ادرو انا يب باسمه اوبرو اوبرو من هون، شوف واحد برجلي او رجل واحده، بتنفع الثنتين او واحده، واحد شوف دفعت دفعه بسيطه هون والثاني بهذا الشكل، واحد هون هوب دفعت، شوف اول ما سقط رفعت رجلي وكعب رجلي، شوف الكعب نفسه، تمام؟ غرزته بالمنطقه هاي هون بظهره اثنين بوف، اوكي ضربت، شوف ايدي هون ثلاث
مسكت او ضغط هون، ضغط بهذا الشكل بصير. اهم شغله اني احط ايدي هون، شوف ورا الركبه، وضغطت بهذا الشكل هيك، بهذا الشكل ارضخت خصمي.